وإلى القاهرة، حيث انطلقت أعمال مؤتمر الشباب وتعزيز العمل العربي المشترك بحضور شخصيات سياسية ودبلوماسية وشباب ناشط يتطلع إلى أفق المستقبل. جاءت أهمية المؤتمر لصقل أدوات الشباب وتطوير آليات وسياسات التعاون العربية، وتأكيدا على أهمية دور الشباب الفاعل في مجتمعاتهم ولإبراز قصص التجارب وتبادل الخبرات. تحت شعار شباب يصنع المستقبل، انطلقت أعمال مؤتمر الشباب وتعزيز العمل العربي المشترك بحضور شخصيات سياسية ودبلوماسية وشباب من الدول العربية من بينهم الكويت. تعتبر مشاركة دولة الكويت لمجلس الشباب هي الأولى على المستوى الخارجي بالمؤتمرات، وجاءت هذه الدعوة مشكورة من رئيس مجلس الشباب العربي الدكتورة مشيرة أبو غالي، وحرصت أمانة دولة الكويت بأن تكون لها مساهمة في مجال تنمية الشباب، وأيضا أن تضع مع الأخوة خارطة للطريق، خاصة بأن اليوم جامعة الدول العربية أطلقت 2023 هو عام الشباب العربي. مجلس الشباب الكويتي اليوم جاءت مشاركتها هذه بالاتساق مع الدبلوماسية الرسمية لدولة الكويت في تنمية العلاقات العربية العربية، والحرص على دراسة وبحث كافة المشاكل التي تواجه الوطن العربي وبحث الحلول لها. كانت المشاركة اليوم في أولى مشاركات المجلس خارجيا. المجلس اليوم عبر عن ما هو المجلس ووضح للسادة الكرام والحضور عن مجلس الشباب وآلية مجلس الشباب، وعن عقد إن شاء الله شراكات وتعاونات مع القيادات الكبيرة التي رأيناها اليوم. شهد المؤتمر جلسات تفاعلية عن جهود الشباب العربي في تطوير آليات وسياسات التعاون العربية، وكانت للكويت النصيب الأكبر في تلك النقاشات. اليوم لا ننسى دور دولة الكويت في دعم الشباب العربي أو في التنمية العربية من ناحية الاقتصاد والثقافة والفنون وإلى مجالات أخرى. اليوم عندنا تكريم الباحثة الكويتية فضة الدويش من خلال البحث العلمي التي تقدمت فيها، وتم تكريمها اليوم من قبل وزير المصري للشباب والرياضة. تشرفت بالمشاركة بالمؤتمر العلمي بنسخته الأولى الشباب وتعزيز العمل العربي المشترك، حيث كانت مداخلتي في الجلسة الأولى تتضمن تقديم للبحث الحائز على جائزة الشباب العربي 2021. أنا بتطلع لشراكة كبيرة جدا ما بيننا وما بين مجلس الشباب الكويتي، وده بناء على رغبتهم طبعا ورغبتنا إحنا كمان. هنوفر ليهم كافة الدعم اللوجستي والعربي المشترك، وأيضا هيكون في تعاون على في العام القادم إن شاء الله عام الشباب العربي 2023. يدعو المؤتمر إلى تعزيز العمل العربي المشترك، وهو الأمر الذي تؤكد عليه الكويت دائما. جاء مؤتمر الشباب وتعزيز العمل العربي المشترك تأكيدا لإعلان قمة الجزائر على أهمية دور الشباب الفاعل في مجتمعاتهم ولإبراز قصص وتجارب ناجحة سطرها الشباب العربي في مقدمتهم الشباب الكويتي، بما يتوافق مع تطلعات الكويت للمستقبل. من القاهرة أمل مصعد، تلفزيون دولة الكويت.